بص يا يوتيوب، انا معاكم فيديو جديد على قناه جديد تو. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. فيديو النهارده جاي نشرح عن بيت اللي انا عملته من ضمن الالبوم اللي الالبوم كان اسمه سبيد، والبيت دوت نزل بعنوان شوت جان. يلا بينا نسمع اول حاجه الميلودي. بس قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تعمل السبسكرايب واللايك والكومنت والشير للفيديو. ولو انت حابب تشتغل معايا، if you want to work with me contact me انستغرام اور واتساب ان ديسكريبشن. تحصل على بيتس او ميكس وماسترين كلمني تحت اسفل الفيديو على ارقام التواصل او على الانستجرام. اسمع كده اول حاجه الميلودي عامله ازاي. تمام، دي الميلودي. نسمع كام ميلودي قبل الافكتس عامله ازاي. ده شكل الميلودي. بعد حتى انا دخلت فيها اوتوميشنز كتير جدا. اول حاجه هنيجي للايكولايزر بالشكل دوت، وقطعت طبعا زي معروف اي ميلودي، بحيث ان انت لازم عشان تعمل البيتس لازم الاوت تكون ليها مساحه. فعشان كده احنا بنقطع هنا الايكولايزر البيز تبع الايكولايزر بالشكل دوت. دي اول خطوه طبعا مهمه جدا، تحكم بالايكولايزر. تاني خطوه عملت ساتوران بحيث ان انا لمعت صوت الميلودي شويه حوالي 5%، والريفيرب استخدمت برضو كعامل الاوتوميشن كليب، واللاف فلتر استخدمت برضو عامل كالاوتوميشن للاوتوميشن كليب. عشان كده الاوتوميشنز كتير هنا، رصيص اوتوميشنز كتير زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. وهنا ضفت ايكولايزر تاني بحيث ان انا مثلا حبيت اعمل شويه تعديلات هنا تعديلات هنا. كملت قطعت حته زياده، حسيت بعد ما انا عملت اللي فوق حسيت اللي فيه ممكن حته تقطع زياده، فقلت الصراحه انا ممكن افتح ايكولايزر تاني عادي وعدل شويه تعديلات زي ما انتم شايفين كده. زين شويه من هنا لقيت حته نشاز هنا من الميلودي، او على حسب ما انت سامع برضو الميلودي عامله ازاي، لان كل ميلودي او كل سامبل بتشتغل عليه بيبقى مختلف عن التاني، مش كله بيبقى شبه بعضه، فكذلك الميكس بيختلف. ولكن حاجه اساسيه طبعا ان انت تقطع البيز في اي ميلودي. بعد كده الفالهالا فيرب بالشكل دوت، عملت الميكس 34%، وقطعت من اللوكات حوالي 200 اتش زد، ثم هنا الديلي بالشكل دوت، وعملت اوتوميشن. طبعا ده برضو ممكن اعمل في اوتوميشن عادي جدا. ومن ثم بعد كده ضفت الفلتر دوت برضو اوتوميشن، وهو فلتر يعتبر بيقفل الصوت ممكن مره واحده، شبه اللاف فلتر كده، بيكتم الصوت مره واحده، تقدر تكتم الصوت بعد كده تفتحه تاني، فبيعمل تريكه كويسه كده في الميلودي. فهنسمع كده مثلا زي كده. دي مساحة البوست ديت، دي بتفرق جدا. فندخل بعدها على الاهم وهو الدرامز. شوف اول حد درامز عملته ازاي، نسمع كده الدرامز كامل. تمام، اول حاجه هنا ضفنا طبعا الهاي هات بالشكل ده، ضفنا الهاي هات بالشكل ده، ما حطيناش عليها اي حاجه لان هي اوريدي الهاي هات الكواليتي بتاعتها بيرفكت كويسه جدا. ثم بعد ذلك ضفت السنير وعليت بالشكل ده على الاخر، وعملت هنا الميكس بلود اوفر درايف، وخففت الميكس ليها، والساتوران اللي هو ساتوريشن نوب اللي هو سوفت تيوب، والليميتر بالشكل دوت ظبطته على اساس الخامه. بعدين ضفت الرول اللي هي يعتبر من فصيلة الهاي هاتس بردك، وفي الاخر هنا ضفت الاوبن هات بالشكل ده. بعد كده نيجي هنا للحتة ديت اللي يعتبر اللي هي الفيلز، وضفت هنا مهمة جدا السحبة ديت، دي ريفرس للاتو ايت. خدت الاتو ايت بالشكل ده مثلا، ممكن مثال بسيط مثلا دي الاتو ايت الاصلية، نقوم نسأل عليها كليك يمين كلون بالشكل ده. بعد كده بتفتح لنا ديت بتقدر انت تتحكم فيها، فانا عملت لها ريفرس. الاصليه كان كده، الاصليه طبعا كان الاصليه طبعا عارفينها اللي هي الاتويت اللي كانت كده. بعدين لما حولناها وعملنا ريفرس وقطعنا شويه من الجزئيه دي وعملنا البيتش بتحس ان احنا صغرنا الصوت ووطيناه، طلع بالشكل ده. فبتفرق. نسمع كده قبل الكيك طبعا ضفنا البريك بالشكل ده،
بعدها الكيك، بعد كده الاتوات. طبعا التلاتة دول مهمين جدا، فرقوا في البيت، بعدها الهايات والكلام اللي احنا كنا ضايفينه من قبل. والكيك هنا حكاية خفيفة بس مهمة جدا، ومحدش عليها اي فلاتر، اللي هي اوريدي الصوت كويس. والاتو ايت عملنا فيها ايه؟ والاتو ايت، والاتو ايت هي خام برضو، محطيناش اي فلاتر لان هي اوريدي الاتو ايت كويسة. فهنسمع كده بعدها البيت مش ازاي. بس كده كان فيديو لنا سنشن، تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد، ولو انت حابب تشارك معايا سيبلك تحت اللينك الحسابات اسفل الفيديو. بس كده كان معكم دي جي ديكو من قناة دي جي ديكو 2، فسلام.